بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله البيتزا بالفراخ. هنعمل بيتزا متوسطه، فعندنا كوبايه وربع دقيق. نفضل نستخدم دقيق البيتزا اللي هو بيكون في السوبر ماركت، لو مش موجود عادي هنستخدم دقيق لجميع الاغراض. وهنضيف نص معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره سكر او عسل، بس لو هنضيف عسل مش هنضيفه طبعا دلوقتي، هنضيفه مع السوائل، ونص معلقه صغيره خميره، وهنقلب كويس. بعد كده هنضيف حليب او مية تدريجي، وهنعجن بدرجة الحرارة العادية عادي، مش لازم تكون دافية. وهنعجن العجينة لحد ما تلم معانا، وكمية السائل اللي بنضيفها ملهاش مقدار محدد، على حسب ما العجينة هتاخد معانا. وبعد ما العجينة تلم معانا بالشكل ده، هنضيف عليها 4 معالق كبار زيت زيتون او زيت عادي. وهنعجن تاني كويس. وخلاص كده عجننا العجينة كويس حوالي 10 دقايق. بعد كده هندهنها بالزيت من تحت ومن فوق، وهنغطيها وهنسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر معانا حوالي نص ساعة او ساعة. بعد كده هنجهز الصلصة بطريقة بسيطة. عندنا في حلة على نار متوسطة أقل من ربع كوباية شوربة فراخ مركزة، هنضيف عليها 2 معالق كبار صلصة طماطم معلبة، وهنقلب كويس، وهنسيبها بس تغلي غلوة واحدة، وهنشيلها من على النار وبتكون جاهزة معانا. وخلاص كده العجينة خمرت معانا، وهنحطها في صينية مقاس 28 مدهونة زيت، وهنفردها. وخلاص كده فردناها، ونحط عليها الصلصة. وهنوزع الصلصة كويس على البيتزا. بعد كده عندنا فراخ مسلوقة متقطعة، ومقلبينها مع فلفل متقطع، وهنوزعها. وهنحط شرايح بصل. بعد كده هنحط الجبنة، انا محطتش جبنة موتزاريلا، حطيت جبنة فتة، بيكون طعمها احلى مع الفراخ طبعا على حسب الرغبة. وهنرش على الوش في الاخر رشة زعتر. هنسيب البيتزا ترتاح حوالي 10 دقايق، وفي الوقت ده هنسخن الفرن على اعلى حرارة فيه. بعد كده هنحط البيتزا في الفرن، هنحط الرف السلك على ارضية الفرن على طول، وهنحط عليه الصينية. وخلاص كده بعد 10 دقايق او 12 دقيقة بتكون البيتزا احمرت معانا من الجناب ومن تحت، وبنشيلها من على الرف اللي تحت، وبنحطها على الرف الاوسط، وبنطفي الفرن وبنشغل عليها الشواية علشان تلون كويس. وخلاص كده استوت تماما معانا. بعد كده هنحط عليها سلطة طحينة تكون تقيلة شوية، وصوص الطحينة ده هو نفس طريقة سلطة الطحينة العادية، بس ما بنخففهاش قوي، بنخليها تقيلة. وخلاص كده البيتزا جاهزة معانا على التقديم، وبتكون معانا طرية جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت، بتمنى انها تكون عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الوصفة اللي جاية.